ابو حفص، هاد المعدلات 18 و19 ما دخلت ليش راسي صراحة. انا هاد المعدلات ديال 19 و18 ما بغتش تدخل راسي. اشنو تبدل وشنو تغير اللي ولات المعدلات تتوصل لهاد الارقام؟ حنا جينا المتفوقين من 13 لفوق، جبتي 13 عندك لوحة الشرف، جبت 14 واو. تنشوف دابا 18 19 تنستغرب، برافو للوليدات، ولكن هاد المعدلات ما دخلتش ليا راسي، خصوصا شعب أدبية. واش القطع خاص سبب هاد المعدلات الفخمة؟ واش الخلل في الأستاذ ديال الجيل ديالنا اللي كانوا سقرامين في النقاط؟ ما عرفتش صراحة.